وللاقتراب أكثر من المشهد بينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف دكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. يعني دكتور، بعد تحية اليوم بيدشن الوطن فترة جديدة من العمل والبناء بدماء جديدة ووجوه جديدة، سواء على مستوى المحافظين أو الوزراء، كيف ترى ذلك؟ أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. وهو فعلا النهاردة يوم في ضخ دماء جديدة، يعني عايز أقول لحضرتك أن كثير من السادة الوزراء من حملة الماجستير والدكتوراه وعلى ناحية علمية وكفاءة علمية، كما وعدنا سيادة الرئيس وكما وعدنا مع معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ان احنا هنشهد كفاءات علمية موجودة في هذه الوزارة الجديدة. انا عايز اقول لحضرتك ان الوزارة دي قدامها كثير من الاهداف لتحقيق ما وصلت اليه المرحلة السابقة من الوزراء السابقين في مرحلة طبعا. او في تاريخ مصر. يعني عايز اقول لحضرتك ان احنا كلنا بنكمل بعض، مرحلة بتسلم الاخرى، ولكن هذه المرحلة عليها عبء كبير وعاطف كبير جدا، الا وهو وضع رؤية واستراتيجية جديدة لهذه المرحلة. وانا اعتقد ان هذه المرحلة هتكون فيها معدلات الاستثمار اكتر. الوزراء الجدد بيفكروا ان يكون هناك استثمار وضخ للاستثمار الاجنبي اكثر مما كانت عليه المرحلة السابقة. لذلك لو احنا اتكلمنا ان هذه الوزارة الجديدة قدامها ثلاث اهداف، الثلاث اهداف دول احنا ممكن نجملهم في أول حاجة أن يكون عندي استثمارات أجنبية مباشرة مستهدفة للتصدير. خلي بال حضرتك المرحلة دي أو خاصة وزارة الاستثمار اللي معمولة هدفها الأول والأخير ليس الإنتاج المحلي، الإنتاج المحلي وما يفيض أيضا على الإنتاج المحلي عشان أبدأ أن أنا أكون دولة مصدرة للمنتجات الموجودة. ولكن مطلوب يا دكتور سعيد، يعني الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي للشعب المصري أيضا مطلوب ولابد من وضعه كأولوية من أولويات المرحلة القادمة. مطلوب، بس احنا كنا بنفكر ازاي في المراحل السابقة؟ احنا بنفكر في الانتاج المحلي للمنتج المحلي والمواطن وما يفيض، خلي بال حضرتك، وما يفيض عن هذه المنتجات يتم تصديرها. وده طبعا يعني استراتيجية ما كانتش واضحة واستراتيجية غير مكملة لعملية التصدير بتاعتنا، ولكن احنا هنقول ان احنا قدامنا وزارة، هذه الوزارة بتنتج للمواطن وتكفي احتياجات المواطن الموجودة. أما الهدف الآخر والهدف اللي احنا بنسعى عليه في هذه المرحلة هو ان احنا يكون عندنا منتجات، هذه المنتجات تفوق احتياجات المواطن وتلبي الاحتياجات التصديرية. خلي بال حضرتك احنا موقعنا الجغرافي، يعني هذا الموقع يهيئنا ان احنا نصدر لكافة الدول، سواء اذا كان الاتحاد الاوروبي او الدول العربية او شمال افريقيا او اساسا الاتحاد الافريقي اللي وصلنا عليه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما كانت مصر رئيس للاتحاد الافريقي عام 2019، ان احنا نكون منفذ لتصدير المنتجات المصرية من خلال جمهورية مصر العربية. طب تاني هدف لهذه الوزارة او لهذه المرحلة، طبعا عايزين نقول العودة إلى معدلات التضخم، معدلاتها الطبيعية. احنا كنا يعني قبل فترة كانت معدلات التضخم بتاعتنا 7%، وأنا أعتقد إن احنا لابد إن يكون عندنا انضباط في السياسة المالية. وطبعا احنا جاي لنا وزير للمالية، هذا الوزير طبعا سيادة الوزير يعني كان ماسك موضوع السياسة المالية في وزارة المالية، فأنا أعتقد لديه كثير من الخبرات، وزي ما قال لنا برضو دكتور مصطفى مدبولي إن عنده الكفاءات الكافية لعمل انضباط في السياسة المالية اللي احنا محتاجينها في هذه الفترة بشدة في مصر. ثالث هدف من الأهداف اللي المفروض أيضا تسعى إليه هذه المرحلة الجديدة أو الوزارة الجديدة، وهو تخفيض نسبة الدين العام والدين الخارجي ومن خلال الموازنة العامة للدولة. وأنا أعتقد لو احنا وصلنا للثلاث أهداف دول هنكون حققنا الرضا للمواطن بتحقيق كافة الخدمات وكافة المنتجات التي يشتهيها المواطن سواء في كافة أرجاء جمهورية مصر العربية. تاني حاجة أن أنا بدأت أن أنا أعمل تصدير للمنتجات، وأعتقد أن ده كان بيسعى عليه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني منذ عام 2015 لما بدأنا بالإصلاح الإداري في المؤسسات الحكومية. الدول المتقدمة حضرتك، ويقتنع أيضا دكتور مصطفى مدبولي والقيادة السياسية، الدول المتقدمة لا تكون متقدمة إلا بالإنتاج. وأنا أعتقد أن هذه الوزارة وهذه بقى المرحلة اللي احنا فيها، احنا كنا في مرحلة بنى تحتية، يعني
الوزارة السابقة والوزراء الأفاضل في هذه المرحلة السابقة كان يعني احنا صرفنا 10 تريليون جنيه مصري على البنى التحتية لتهيئة الاستثمار، ان انا اجذب الاستثمار الخارجي والمستثمر الاجنبي ان هو يجي يستثمر عندي في مصر. دي مرحلة، احنا دلوقتي في مرحلة ان احنا لابد بقى ان احنا نصنع، وهذا التصنيع هيجلب لنا وفرات من العملة الاجنبية والعملة النقدية من خلال توطين الصناعة المصرية وتفعيل وفاعلية التصدير المصري. عايز اقول لحضرتك ان احنا عندنا اساسا اختلال في ميزان التجاري الخاص بنا، الميزان التجاري برضه عشان السادة المشاهدين، وهو الصادرات والواردات. لابد ان هذا العجز يعالج عن طريق الصادرات المصرية والمنتج المصري. واعتقد دلوقتي حضرتك يعني سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي زرع فينا ان كل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية فيها ميزة تنافسية قادرة على الصناعة وقادرة على التصدير أيضا للخارج. نعم، يعني بجوار كل هذه الكلمات وهذا الطموح الكبير للإنتاج والتصدير للخارج، لابد جنبا إلى جنب حل الأزمات اليومية التي كانت خلال الفترة الماضية من كهرباء وأيضا الأزمة الاقتصادية في الشارع. شوفي حضرتك، احنا بالنسبة للأزمة يعني الأزمات اللي كانت حاصلة، وخاصة يعني احنا كلنا بنتكلم طبعا على انقطاع الكهرباء والكلام ده، حضرتك احنا مش من أولى دول العالم اللي حصل فيها هذا الموضوع. يعني احنا لابد حضرتك يا فندم والسادة المشاهدين نقتنع ان احنا هناك تغيرات مناخية، وده اللي بتأثرنا منه بالفعل. طبعا وتأثرنا بيه، حذر منه السيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كوب 27 واتكلم على التغيرات المناخية. احنا دلوقتي حاليا في هذه التغيرات المناخية، أنا عايز أقول لحضرتك مش إحنا الدولة الوحيدة، الولايات المتحدة الأمريكية حصل فيها معدلات العام الماضي في 2023 أكثر من 4500 انقطاع كهربائي، كلف الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 150 مليار دولار لإصلاح هذه الانقطاعات الكهربائية في عملية الصناعة والبنى التحتية وكل الأنشطة الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. إحنا بدأنا دلوقتي، كان في إمبارح أو أمس وصل شاحنة صادرات للغاز الطبيعي بالظبط، ايوه، وبدانا ان احنا نعيد مره ثانيه تشغيل مصانع البتروكيماويات الموجوده عندنا. وخلي بال حضرتك ان ده بيرجع الثقه في المستثمر الاجنبي، لما انا اقول ان انا عندي هذا الغاز او عدم وجود انقطاع الكهرباء بمعنى ايه؟ يعني انا كمستثمر تقوم انا اجي وابني مصنع والمصنع ينقطع منه الكهرباء، طبعا ده بيمثل معدل خطر او يعني اداره مخاطر بالنسبه للمستثمر. وده اللي بتكلم فيه يا دكتور، يعني ده اللي بتكلم فيه توازيا مع الانتاج الذي تتحدث عنه، لابد من حل الازمات التي من الوارد جدا ان يراها المستثمر عائق كبير في عمليه الانتاج. بالظبط، ودي نقطة مهمة جدا حضرتك أشرت ليها، ألا وهي الانقطاع، عدم وجود غاز. طب أنا هشغل الماكينات اللي موجودة عندي إزاي؟ خلي بال حضرتك، تعالي كده نرجع للأزمة الروسية الأوكرانية، شوفي معدلات تأثير الصناعة في ألمانيا، الماكينات الألمانية 70% من الغاز بيصدر من روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي وبياخد النصيب الأكبر هو ألمانيا، ألمانيا تأثرت لعدم وجود الغاز، وبالتالي المستثمر الأجنبي والدول الصناعية بتتأثر بأزمة هذا الانقطاع سواء إذا كان في الغاز أو إذا كان في الكهرباء. ولكن أنا أعتقد إن الدولة المصرية بتاعتنا عالجت هذا الموضوع، وأعتقد إن شاء الله إحنا هنلاقي، أنا أعتقد المرحلة القادمة لابد إن إحنا كلنا نتفائل بجد، لابد إن يعني سيادة الرئيس كان عندنا مشكلة، دلوقتي بدأنا إن إحنا نضخ دماء جديدة، وزراء جدد، وزراء خلي بال حضرتك بفكر جديد، ويعني ده إن أنا أعتقد دي المنهجية اللي ماشي عليها سيادة الرئيس السيسي، إن أنا أبدأ إن أنا أضخ فكر جديد، هذا الفكر يأتي برؤية واستراتيجية. بالنسبة للمواطن أعتقد إن إحنا بنعمل كل الدولة المصرية والقيادة المصرية سواء إذا كان وزراء، محافظين، قيادات حكومية، أعتقد إن كل ده في خدمة المواطن. ولا تنسي حضرتك إن رؤية مصر 2030 بتقول لتحقيق خدمات ورفاهية المواطن المصري ان هو يعيش حياة كريمة، واعتقد ده الهدف اللي احنا ماشيين عليه منذ ان احنا بدأنا ننفذ خطة او اجندة 2030. هناك اختيار لكامل الوزير وخالد عبد الغفار كنواب لرئيس الوزراء، يعني ماذا تعكس تلك الخطوة من وجهة نظرك وكيف ترى؟ شوف حضرتك، دي ثقة
الثقة في هذان الشخصان. يعني بجد كون ان انا والاول مرة نسمع عن انه يكون رئيس الحكومة او رئيس مجلس الوزراء في نواب، يعني حاجة جميلة جدا كمان ان انا اختار نائب رئيس او رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وده اللي بيتكلم عنه سيادة الرئيس، ان المواطن المصري وان انا انمي القدرات اللي موجودة عند المواطن المصري وعقل المواطن المصري وان انا احفز المواطن المصري. خلي بال حضرتك كل المصانع اللي اتعملت واللي عملناها، مصانع الروبيكي، مدينة الأدوية، مدينة الأساس، كل هذه المشاريع كان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتكلم كده ان المصانع دي مش هتشتغل الا لما يكون في وعي للمواطن والعامل المصري اللي هيشتغل، لابد ان انا اثقفه. واحنا كنا محتاجين من زمان ان يكون عندنا حد مسؤول عن التنميه البشريه في الدوله المصريه، وقد جاء هذا الوقت وعرفنا ان هناك مهمه كبيره جدا جدا ان انا انمي البشر فكريا، تثقيف وتوعيه الشعب. بالضبط وتوعيه، وان انا هو طبعا هو بكل تاكيد الشعب ليس بحاجه انه يكون واعي، لان الشعب المصري يعني من الشعوب صاحبه الفكر والفهم، وهذا معروف عنه في دول العالم كله، ولكن هناك بعض الافكار التي تكون مدسوسه بداخل المجتمع المصري، ربما تحاول او في محاولات لنيل وزعزعه الامن المصري، فلابد يعني ان نلعب على هذه النقطه او نحاول توعيه الشعب ضد هذه الافكار المتطرفة والتي تقصد بها هدم البلد. ده اللي أنا أقصده يعني. طبعا إحنا أصحاب حضارة 7000 سنة، إحنا اللي علمنا العالم كله. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما عمل أول زيارة بعد كوفيد 19 كانت لفرنسا، والرئيس ماكرون رئيس دولة فرنسا طلب منه ان هو يبدل الأئمة الموجودة في دولة فرنسا اللي بيجوا من تركيا ان يكونوا أئمة من جامعة الأزهر. احنا اللي بنعلم، احنا اللي بننقل هذا الفكر، ولذلك لما بنقول تنمية بشرية دي معناها ان انا بعلم من قدرات المواطن المصري، بعرفه يعني ايه تنمية مستدامة، بزود الخبرات والافكار. تخيلي لو المواطن المصري بهذه القدرات، وكمان ان انا ازود وان انا احفز المواطن المصري وان انا اعمل له اكتر تنمية بشرية، وان انا اشوف ايه هي الاحتياجات بتاعت المؤسسات الحكومية في القدرات وفي المهارات، وابدا ان انا اعمل حاجه اسمها التميز المؤسسي. وخلي بال حضرتك برضو ان هذا الموضوع ليس وليد اللحظه، ولكن وزاره التخطيط قبل ذلك كانت بتعمل حاجه اسمها التميز المؤسسي في المؤسسات الحكوميه، وبدات ان هي تنمي المورد البشري. ودليل على ذلك حضرتك شوفي العاصمه الاداريه. العاصمه الاداريه ليس بنيات يعني بنايه شيك وحلوه وازاز وحاجه فخمه، ولكن لا، ليست العاصمة الإدارية بالشكل ده، ولكن العاصمة الإدارية بالمورد البشري اللي دخل هذه المباني والمؤسسات الحكومية. هذا المورد البشري يختلف تماما عن طريق التدريب. احنا بدأنا ندرب في الأكاديمية الوطنية للتدريب، والأكاديمية الوطنية للتدريب هي يعني من الدولة، والدولة هي اللي عملت هذه الأكاديمية عشان تبدأ ان هي تطور وتنمي المورد البشري. احنا المقصود هنا بالتنمية البشرية ان احنا يكون عندنا مورد بشري قادر على التحديات ومواجهة الأساليب التكنولوجية الحديثة. احنا كل شوية يا فندم في تكنولوجيا واساليب حديثه بتظهر، الذكاء الاصطناعي، النانو تكنولوجي، كل ده لابد ان احنا مش هتدرسه الجامعات. انا حضرتك خريج كليه تجاره وما درستش الكلام. ولكن يا دكتور يعني دعني أقول لحضرتك، يعني هناك مجموعة من المواد كنا نقوم بدراستها في المرحلة الابتدائية والإعدادية تحفز على الانتماء وأيضا حب الوطن والوعي، كل هذا يعني زرع فينا نحن هذا الجيل كم كبير جدا من الانتماء وحب الوطن ويعني محاولة الدفاع المستميتة عن الوطن دائما. لماذا لا نشهد هذا الآن؟ وحضرتك تنصح بإيه المجموعة الخاصة بالتوعية في الفترة القادمة، خاصة كمان وزارة التربية والتعليم؟ شوف حضرتك دي نقطة مهمة، يعني هنقول وزارة التربية والتعليم وهنقول كمان
نائب رئيس الوزراء دكتور خالد في التنمية البشرية، وهي إعادة مرة تانية الولاء والانتماء وحب الوطن. احنا كلنا بنحب الوطن على فكرة، يعني حضرتك لو ما حتى اللي بينتقد بيحب الوطن، يعني دايما بيبقى عايز المرحلة العالية جدا من الحياة السعيدة او الحياة الحلوة للوطن. ودي انا عايز اقول لحضرتك ان دي اليه من اليات الحوكمه اللي زرعها فينا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، الا وهي الاستجابه. هقول لحضرتك مثال، لما احنا بننقد والدوله وبننقد وما فيش مثلا في انقطاع وبننقد، ولكن حضرتك تعالي كده ساعه لما سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم وقال عايزين نعمل قناه ثانيه لقناه السويس، ايه اللي حصل؟ كل الشعب المصري نزل وشارك، كل الشعب المصري ساهم. لما سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى في السياسه الخارجيه لما اتكلم وقال لا للتهجير القسري لاخواننا في غزه، والجمهور او الشعب المصري عليه ان هو يقول كلمته، ايه اللي حصل؟ الناس كلها نزلت بغض النظر عن اختلاف وجهات النظر، ولكن حب الوطن هو المشترك ما بين الجميع وما بين الشعب المصري، يعني ولا يمكن المزايده ابدا لاي شخص او اي مواطن على ارض مصر عن حبه لوطنه. دكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، شكرا جزيلا لك.